بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لأهل القرآن يوم القيامة. أكتر ناس هيطلعوا من الدنيا ناجحين هم أهل القرآن. أكتر ناس ربنا هيكافئهم هم أهل القرآن. يكفيهم شرف إن ربنا نسبهم لنفسي. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، اللي عاشوا للقرآن وكانوا خدام كتاب الله، حفظة القرآن، معلموا القرآن. يوم القيامة كل الناس هيبقوا خايفين وفي شدة وكرب إلا أهل القرآن، عليهم سكينة القرآن. يوم القيامة كل الناس هتدور على حد يشفع ليهم إلا أهل القرآن، القرآن هيشفع لهم ويدافع عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. يوم القيامة الكل هيهرب من بعضه. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلا حافظ القرآن. هيدور على أمه وأبوه عشان يلبسهم تاج الوقار. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. لو كانت فيكم ما ظنكم بالذي عمل بهذا. يوم القيامة الناس هتتجمع في مقام واحد إلا حفظت القرآن مع الصفرة الكرام البررة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة. هنيئا لأهل القرآن، صحبة القرآن أعظم وأوفى صديق ليك في الدنيا والآخرة. عمره ما هيسيبك، هيكون معاك في قبرك يونسك وينورهولك، هيكون معاك يوم الحشر، هيكون معاك على الصراط لحد ما يدخلك الجنة. مش بس كده، لحد ما يوصلك لأعلى الدرجات في الجنة. قولي فرحتك قد إيه لما يتقالك اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حفظة القرآن في الدنيا ممكن يتعمل لهم حفل التكريم، فما بالك بحفلة التكريم اللي هيعملها ليهم ربنا سبحانه وتعالى قدام البشرية كلها. يا فرحتك وانت بتتكرم وفرحان بك النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيقال له: اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. فيكون هاجر للقرآن ما أنش الأوان تصاحب القرآن قبل ما تقول يوم القيامة: يا ريتني كنت من أهل القرآن. قولي حسرتك قد إيه والقرآن بيشفع لأصحابك وإنت مش لاقي حد يشفع لك. قولي حزنك قد إيه وأهل القرآن بيتكرموا وإنت مش منهم. يا كل هاجر للقرآن، ما أثرش فيك إن النبي صلى الله عليه وسلم زعلان منك وبيشتكيك لربنا؟ وقال الرسول: يا ربي، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كفاية هجر للقرآن، كفاية حجج، مش فاضي، ما عنديش وقت. يعني عندك وقت للفيس والموبايل والمباريات، وما عندكش نص ساعة تقرأ فيها جزء، ما عندكش خمس دقايق تقرأ صفحة. وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز تسيبه يسيبك، ولو سابك سابك الخير كله.
يا ليتني قدمت لحياتي. عايزين نتكلم بكل صراحة، معظم الآيات والأحاديث اللي بنسمعها كلنا عارفينها، لكن مين هيفوق ويتغير ويراجع نفسه ويتصالح مع كتاب الله قبل فوات الأوان، قبل ما تتحصر يوم القيامة وتقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ أسئلة كتير لو سألناها لنفسنا هنلاقي إجابات مؤسفة. كم واحد فينا ليه ورد من القرآن بيقراه كل يوم؟ كم عدد حفظة القرآن بين المسلمين؟ كم واحد مننا حريص إن يعلم ولاده القرآن زي ما بيعلمهم اللغات؟ كم واحد مننا بيتأثر بالقرآن؟ كم واحد بيعرف يقرأ قرآن صح؟ ممكن تلاقي أستاذ جامعي معاه لغات كتير لكن للأسف ما بيعرفش يقرأ قرآن. كم مرة ختمت القرآن في حياتك؟ كل سنة مرة ولا في العمر مرة؟ فرق كبير بيننا وبين أهل القرآن. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس وبكت ابنته، قال لها لا تبكي يا بنيتي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا اليوم. لما هجرنا القرآن ضاعت البركة وقل الخير وزادت المشاكل والهموم والاكتئاب وسيطر علينا الشيطان. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. لو قلنا إن في حفلة لأشهر المشايخ هيقروا قرآن، مين هيحضر؟ شيء يبكي القلب، خلاص محدش عايز يسمع كلام ربنا. بجد عايزين نغير حالنا مع القرآن، نعيش بالقرآن، نحيا بيه. يا كل إنسان هاجر للقرآن بعيد عن كتاب الله، إزاي تعيش جسد بلا روح؟ ربنا سبحانه وتعالى سماه روح فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالروح يحيا بها الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. عايز تنجي نفسك من الفتن حافظ على القرآن. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى. وما فيش فتن أكتر من اللي احنا فيها دلوقتي. عايز ربنا يبارك في عقلك وتبقى محتفظ بذاكرتك لآخر يوم في عمرك، خليك من أهل القرآن. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي رحمه الله من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100. لازم نربي ولادنا على القرآن ونعرفهم قدر القرآن ونحببهم فيه عشان ينور طريقهم وطريقنا، ونعرفهم إن السعادة الحقيقية مش في موبايل جديد ولا جراب ولا لبس جديد، السعادة الحقيقية في القرب من ربنا، السعادة في طاعة ربنا، السعادة إنهم يكونوا من حفظة كتاب الله من أهل القرآن عشان يكونوا بارين بينا بعد وفاتنا. هنربي ولادنا على كتاب الله عشان يكونوا سبب إن ربنا يرحمنا يوم العرض عليه. نفسك تكون سعيد في الدنيا وفي الآخرة عليك بالقرآن. قال الإمام النووي رحمه الله من أراد الدنيا
فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. اللي يحفظ القرآن ربنا يحفظه، واللي يصون القرآن ربنا يصونه، واللي يعيش مع القرآن يسعد في الدنيا والآخرة. كونوا قارئين للقرآن، فقارئ القرآن لا يشكو همًا ولا غمًا ولا ضيقًا ولا ضجرًا. اللهم أحيي قلوبنا بالقرآن، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين.